بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي، طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي لغات، أهلا وسهلا بيكم. النهاردة إن شاء الله هنكمل كلامنا على Determining the types of roots of a quadratic equation عن طريق الديسكريمننت اللي هو b square minus 4ac part 2. طيب، أول سؤال، إحنا قلنا طبعا المرة اللي فاتت إن بيبقى لو b square minus 4ac positive يبقى في two different real roots، لو b square minus 4ac equal 0 يبقى two equal real roots، لو b square minus 4ac negative يبقى انا عندي two complex and not real roots. السؤال الاول هنا بيقول لي ايه فيه؟ بيقول لي هنا find the real values of x of k which makes the two roots of the equation 4x square minus 8x plus k equal to 0 is equal to are equal and find these two roots. أول حاجة أنا عندي طلبين هنا. الطلب الأول رقم واحد هو بيقول لي prove إن التو روتس اللي عندي ها are equal. طيب أنا عارف إن التو روتس بيكون are equal إمتى؟ لو البي سكوير minus 4ac equal to 0. يبقى انا كل الحكايه انا اقول له والله انت عندك ده جنرال 4، يبقى الاي عندك ايكوال 4، طب والبي ايكوال نيجاتيف 8، طب والسي ايكوال كي. ليه؟ لان الايكويشن مظبوطه. طيب يبقى انا عندي البي سكوير ماينس 4 اي سي از ايكوال تو نيجاتيف 8 اول سكوير ماينس 4 تايمز 4 تايمز اللي هي الاي تايمز سي اللي هي الكي، ده كله ايكوال كام؟ 0. ليه؟ لان التو روتس are equal. طيب يبقى في الحاله دي discriminant equal 0. اعمل simplify لده، يبقى ده 64 طيب minus 4 times 4 يبقى 16 k equal to 0. طبعا انا ممكن انقل النيجاتيف 16 الناحيه الثانيه، يبقى 16 k equal 64. اعمل divided 16 في التو سايدز، يبقى 16 تتكنسل، يبقى الكي ايكوال كام؟ 64 divided 16 هتبقى equal to 4. كده انا جبت له الكي equals to 4. بس هو بيقول لي بعد كده الكي ايكوال 4 يبقى انت هتحط هنا 4. طب هتبقى الايكويشن شكلها ايه؟ اه والله الايكويشن هتاخد شكل تاني. ايه الشكل التاني ده؟ بص معايا كده، انا لما اشيل الكي واحط 4 هتبقى الايكويشن بتاعتي 4x سكوير ماينس 8x بلس 4 ايكوال تو 0. في واحد يقول لي ممكن اشتغل على الاي ايكوال 4 والبي ايكوال نيجاتيف 8 والسي ايكوال 4، هقول لك اه عادي مفيش مشكله. طب التو روتس لما يكون الديسكريمنت ايكوال 0، طب ما انا عارف ان التو روتس هيكونوا قد بعض، اللي هو بيساوي ايه؟ المفروض الفورمولا بتقول لي نيجاتيف بي بلس اور ماينس روت بي سكوير ماينس 4 اي سي ديفايدد 2 اي، يبقى انا عندي نيجاتيف بي بلس اور ماينس 0 ديفايدد 2 اي، يبقى في الحاله دي التو روتس هيساوي ايه؟ هيبقى في الحاله دي x equal negative b over 2a على طول. يبقى انا مش محتاج اكتب الفورمولا. ليه؟ لان ال b square minus 4ac discriminant equal 0، فانا لما يكون هو ب 0 يبقى انا بكنسله خلاص في الحسابات. يبقى negative b، انا عندي negative 8 اهو، يبقى negative 8 في negative يبقى positive 8. طب و 2a يبقى 2 times 4. طيب 2 times 4 يبقى 8 divided 8، الله ده تبقى بكام؟ تطلع ب 1. الله، يبقى التو روتس هيكونوا مين ومين بقى؟ التو روتس ار 1 اند 1، الاثنين زي بعض. السوليوشن سيت لما اكتبها بقى تبقى 1 بس. يبقى انا لو طالع اكتب الاتجاه ده كده، يبقى انا كده ببساطه. طب يبقى انا كده مش كان لازم اعرف الفاليو اوف كي؟ اه، لكن كان لازم اعرف معلومه ان التو روتس ار ايكوال. ده بالنسبه للفيرست كويستشن. السكند كويستشن بيقول لي ايه؟ طيب في السؤال الثاني بيقول لي find the real values of m which satisfy that equation x square minus 2m minus 1x plus m square equal to 0 has no real roots. اولا يعني ايه has no real roots؟ معناها ان ال b square minus 4ac لازم تكون less than 0. طب هي الايه بكام؟ انا عارف الايه هي الكوفيشنت اوف اكس سكوير يبقى ب 1. طب والبي؟ الكوفيشنت اوف اكس، يبقى دي كلها اللي قدام الاكس،
يبقى نيجاتيف تايمز 2 ام ماينس 1. ممكن اكتبها كده نيجاتيف تايمز 2 ام ماينس 1، وممكن اكتبها نيجاتيف في 2 ام يبقى نيجاتيف 2 ام بلس 1 عشان نيجاتيف باي نيجاتيف بوزيتيف. طب والسي؟ السي هتبقى ام سكوير. طب بعد كده يا سيدي انت قلت لي ان ده اصغر من زيرو، طب بي سكوير، يبقى انا هعمل سكوير لده. طب انا لو سبتها في الفورمه الاولانيه يبقى نيجاتيف سكوير بوزيتيف. طب و2 ام ماينس 1 سكوير يبقى هتبقى 2 ام ماينس 1 اول سكوير، دي رقم واحد، ماينس 4 تايمز a اللي هي 1 تايمز c اللي هي ام سكوير، ده ليس ذان 0 0. يبقى انا هعمل سمبليفاي للكلام ده. طيب هعمله ازاي؟ انا عارف اي براكت بار 2 بيديني 3 تيرمز، فبعمل الاولاني تايمز اتسيلف يبقى 2 ام تايمز 2 ام يبقى 4 ام سكوير، ماينس 1 ماينس 1 يبقى بوزيتيف 1، 2 تايمز فيرست تايمز سكند الاول في تاني في 2 يبقى 4 ام تايمز نيجاتيف 1 يبقى نيجاتيف 4 ام، ماينس 4 تايمز 1 تايمز ام سكوير يبقى 4 ام سكوير، ده جميل جدا ليس ذان 0. هلاقي 4 ام سكوير ماينس 4 ام سكوير ب 0، ناقص عندي نور نيجاتيف 4 ام بلس 1 ليس ذان 0. طب انا عندي مين؟ النيجاتيف 4 ام ممكن انقلها الناحيه الثانيه عادي، 4 ام هنا وهنا 1، بس هتبقى 4 ام مور ذان 1، ممكن اعمل ديفايدد 4. طيب ال 4 هتروح مع ال 4، يبقى في الحاله دي شكل العلاقه هتبقى ايه؟ 1 اوفر 4 ليس ذان ام، ممكن انا اكتبها كده ام مور ذان 1 اوفر 4. طب دي معناها ايه؟ ام اكبر من 1 اوفر 4، يعني معنى كده انت لو عندك نمبر لاين وعندك ده اسمه 1 اوفر 4 اللي اكبر منه جو تو رايت، جو تو انفينيتي، صح كده؟ يبقى الام في الحاله دي ممكن تبقى بيلونجز تو، الام بيلونجز تو مين بقى؟ 1 اوفر 4 ان انفينيتي، والاثنين اوبن لان مفيش ايكوال. ده بالنسبه بيقول لي فاين ذا ريل فاليوز، يبقى الام ليها اكتر من قيمه، اي قيمه في الانترفال دي تحقق لي الكلام ده. طيب في نمبر 2 بيقول لي فاين ذا ريل فاليوز اوف كي which satisfy the equation d has two real roots. الله، طب has two real roots دي معناها ايه؟ معناها ان التو روتس ممكن يكونوا ايكوال وممكن يكونوا لايك سيم، ممكن يكونوا ديفرنت، ممكن يكونوا ايه؟ ديفرنت. يبقى انا عندي تو ثينجز، الفيرست وان ان التو روتس يكونوا ديفرنت، يبقى في الحاله دي الديسكريمنت يكون مور ذان زيرو. طب والتو روتس يكونوا ايكوال ار ايكوال، يبقى لازم يكون ايكوال زيرو. يبقى في الحاله دي في نمبر 2 انا ممكن اقول والله انت دلوقتي هتبدا تكتب لي الايكويجن تاني. الايكويجن كانت بتقول لي ايه؟ اكس سكوير، هكتب اكس سكوير بلس اكس سكوير بلس 2 تايمز 2 كي ماينس 1 في اكس بلس، هنشوف معلش الايكويجن تاني، x سكوير تايمز 2 تايمز k ماينس 1 تايمز x بلس k سكوير. يبقى انا عندي هنا هنا مفيش 2، هنا براكت وهنا بلس m k سكوير ايكوال تو 0. طيب ده بالنسبه لمين؟ ده بالنسبه للايكويجن بتاعتي. معلش احنا هنمسح دي، بس هنمسح البراكت ده عشان بس يبقى الشكل مظبوط قدامنا، يبقى كده الايكويجن مظبوط. ماشي، انت عندك الاي بكام هنا يا سيدي؟ انت عندك الاي بكام؟ الاي هنا اللي هو الكوفيشنت في اكس سكوير يبقى 1. طب والبي؟ الحاجه اللي قدام الاكس كلها، يبقى ايكوال 2 تايمز كي ماينس 1 كلها. يعني ايه؟ يعني ما عادي ممكن اسيبها. طب والسي؟ هتبقى كي سكوير. طب انت عايز الشرط ان في 2 ريل روتس، ده معناه ايه؟ معناه ان الديسكريمينانت اللي هو بي سكوير ماينس 4 اي سي ها اصغر من بس زيرو؟ لا، واصغر من ما تنفعش، ده لازم يكون مور ذان عشان ريل، اصغر من او ايكوال تو زيرو. يبقى انا عايز الفيرست كيس والسكند كيس، تمام؟ يبقى انا عندي مور ذان اور ايكوال تو، لازم يكون بوزيتيف او زيرو. طب خد البي سكوير، يبقى اعمل سكوير لده وسكوير لده، سكوير ال 2 كام؟ يبقى المفروض اقول له 2 سكوير تايمز كي ماينس 1 اول سكوير، ده بي سكوير، تمام؟ طيب ماينس 4 تايمز 1 تايمز كي سكوير، ده ماله؟ مور ذان اور ايكوال تو 0.
طيب اعمل سكوير لل 2، يبقى 2 سكوير يعني 4. طب وكي ماينس 1 هنفكها، دي كي سكوير ماينس 2 تايمز فيرست تايمز سكند يبقى ماينس 2 كي بلس 1 تايمز 1 يديني 1 ماينس 4 كي سكوير. جميل جدا الكلام ده، مور ذان اور ايكوال تو زيرو. طب فك البراكت ده وزع ال 4 يبقى 4 كي سكوير ماينس 4 تايمز 2 هتبقى 8 كي بلس 4 ماينس 4 كي سكوير مور ذان اور ايكوال تو زيرو. طب ما 4 كي سكوير ماينس 4 كي سكوير ايكوال زيرو، برضه نفس القصه، عندي نيجاتيف 8 كي بلس 4، ما هنقل النيجاتيف 8 كي الناحيه الثانيه واخلي ال 4 زي ما هي واعمل ديفايدد 8 هنا وهنا. الله، يبقى الكي في الحاله دي يبقى الكي ليس ذان اور ايكوال تو هاف. طب ممكن اكتبها كده كي سمولر ذان اور ايكوال تو هاف، يبقى انا همشي ناحيه الليفت من هاف لنيجاتيف انفينيتي، يبقى انا عندي في الحاله دي الكي بيلونجز تو ها نيجاتيف انفينيتي اند هاف، الهاف اوبن لا كلوز لان عندها ايكوال، وطبعا النيجاتيف انفينيتي هتبقى اوبن لان مفيش ايكوال. كده انا خلصت السؤال التاني. السؤال الثالث بيقول لي if the equation m x square plus 2 m minus 2 x plus 1 equal to has no roots. الله، ده ملهاش roots اصلا. in r يعني no real roots. find the real value of m. طب ما دي معناها ايه ان ملوش real roots؟ يبقى معناها ان ال b square minus 4ac اصغر من الزيرو. طب هات ال a بكام يا سيدي؟ الاول ال a عندك اللي قدام ال x square يبقى m سكوير. طب والبي؟ اللي قدام الاكس كلها يبقى 2m ماينس 2. طب والسي؟ السي ب 1، عوض في الكلام ده، عوض عن بي سكوير يبقى 2m ماينس 2 اول سكويرد ماينس 4 تايمز m سكويرد تايمز 1 ليس ذان 0. فك دي يبقى 2m تايمز 2m ب 4m سكويرد، و2 تايمز 2 في الاخر كده ب 4، و2 تايمز فيرست تايمز سكند يبقى بوزيتيف في نيجاتيف بنيجاتيف، و2 تايمز 2m 4m تايمز 2 يبقى 8m ماينس 4m سكوير ده ليس ذان 0. 4m سكوير الحمد لله اتكنسلت مع دي، هتبقى نيجاتيف 8m بلس 4 ليس ذان 0. انقل ال 8m الناحيه الثانيه بالبوزيتيف وخلي ال 4 زي ما هي، اعمل ديفايدد 8 في التو سايدز، هيبقى في الحاله دي m مور ذان كام؟ هاف. الله، يبقى في الحاله دي ام لما تكون مور ذان هاف، ادي الهاف اهي، ومور ذان هاف يبقى جو تو رايت، يبقى هروح للانفينيتي، يبقى هقول له ام بلونجز تو هاف ان انفينيتي. انت عندك في ايكوال هنا؟ لا، يبقى الاثنين اوبن، يبقى الام تاخد اي نمبر في الكلام ده. طب السؤال اللي بعده بيقول لي بروف ذات فور اول ريل فاليوز اوف اي ذير از نو ريل روتس. برضه ذير از نو ريل روتس معناها ايه؟ there is no real roots دي معناها ان ال b square minus 4ac equal smaller than 0، b square minus 4ac smaller than 0. ليه؟ there is no real roots. طب ال a عندك بكام يا سيدي؟ ال a اللي قدام ال a ال x square ب 4. طب وال b؟ دي اللي قدام ال x اللي هي negative 12a. طب وال c؟ دي اللي ما فيهاش x خالص، يبقى كل اللي ما فيهوش x بكتبه، يبقى 9a سكوير بلس 4. طب عوض يا سيدي هنا، يبقى هتبقى هنا نيجاتيف 12 او اي نيجاتيف 12a اول سكوير ماينس 4 تايمز a اللي هي 4 تاني هي تايمز c اللي هي 9a سكوير بلس 4، ده كله ليس ذان 0. نيجاتيف 12a سكوير فكها يبقى 144، طبعا نيجاتيف في نيجاتيف بوزيتيف a سكوير. طب 4 تايمز 4 16 يبقى ماينس 16 تايمز 9a سكوير بلس 4 برضو ليس ذان 0. فك دي زي ما هي 144a سكوير ماينس 16 تايمز 9، والله هقول له ماينس عشان نيجاتيف في بوزيتيف دي نيجاتيف، 9 تايمز 6 54، يبقى هكتب ال 4 الاول معايا 5 دي 4، 1 تايمز 9 ب 9 بلس 5 يبقى 144a سكوير. ده جميل، ده الحمد لله طلع زي دي. نيجاتيف تايمز بوزيتيف هتبقى بايه بقى؟ هتبقى نيجاتيف 16 تايمز 4 هتبقى 64 اصغر من 0. طب انت عندك 144
a square minus 144 a square. طب دول هيتكنسلوا. طب امال ايه الاخير ده؟ يبقى هيبقى عندي نيجاتيف 64 less than 0. طب الكلام ده صحيح؟ ده صحيح. طب for ايه؟ for any values of k of a، لان الكلام الستيتمنت دي صح. يبقى انا هنا في الحاله دي هو بيقول لي find a prove that all real values of a، for all real values of a. طب ما انا عندي نيجاتيف 64 less than 0 ده دايما؟ دايما. يبقى انا اقول له كده therefore all real roots or all real values of a make this equation has no real roots. يبقى هكمل الكلام اللي انا بقوله ده. يبقى اي for all real values of a تنفع معايا. طب السؤال اللي بعده بيقول لي في ريمارك كده، نتيجة أو ملاحظة لازم أكون عارفها. بيقول لي if the coefficient coefficients، هي مين ال coefficients؟ اللي هي a و b و c in the quadratic equation ax square plus bx plus c are rational. هي rational دي؟ الراشونال اللي هي أنا عارفها سواء كانت natural number أو integer أو rational، هم كلهم زي بعض natural. and the discriminant is a perfect square. ايه يعني ايه discriminant؟ يعني b square minus 4ac لازم equal perfect square. طب معلش اديني example لكلمة perfect square دي يا مستر عشان انا مش فاكرها. انا اي number has a square، طب يكون positive. يعني مثلا ما اقول 3 square هيبقى 9، يبقى 9 دي بسميها perfect square. negative 4 all square equal 16، يبقى 16 هي اللي بيرفكت سكوير مش نيجاتيف 4. نيجاتيف 4 اول سكوير كلها اسمها بيرفكت سكوير. اكس سكوير، اكس باور 4، اكس باور 6، ده كله كده بيرفكت سكوير. طيب خلاص يبقى ده لازم يكون بي سكوير ماينس 4 سي. ذن ذا روتس، الروتس بتاعها لازم يكونوا ايه؟ ار ريل راشونال. ار ريل وراشونال كمان. طيب انا عايز اخد مثال، انت عندك هنا الاي بكام؟ في الاكزامبل ده الاي عندك ب 3، طب والبي؟ بنيجاتيف 5. طب والسي؟ بنيجاتيف 2. طب والديسكريمينانت؟ بي سكوير ماينس 4 اي سي بيساوي ايه؟ يبقى نيجاتيف 5 سكوير هتبقى 25 ماينس 4 تايمز اي اللي هي 3 تايمز نيجاتيف 2. طب ما دي تبقى 25، نيجاتيف في نيجاتيف تبقى بوزيتيف الاول، و 4 تايمز 3 يبقى 12 تايمز 2 24. الله الصم بتاعهم كام؟ 24 و 25؟ يبقى 49. الله طب ما 49 اللي هي مين؟ 7 سكوير، يبقى ده كومبليت سكوير. ممكن اسميه كومبليت سكوير او بيرفكت سكوير، الاثنين زي بعض. يبقى في الحاله ديسكريمنت، اولا الاي ده راشونال والبي دي راشونال والسي دي راشونال لان اي حاجه فيها اوفر 1. طب والديسكريمنت طلع كومبليت سكوير او بيرفكت سكوير، يبقى في الحاله دي التو روتس ار ايه؟ يبقى اقول له ذيرفور ذا تو روتس ار، الحته دي بقى ار راشونال، ار ريل راشونالز. Are real a rational. طب هاخد example تاني، بقول if a و b are rationals number prove that the two roots of the equation d are rational. طب خلاص انت عندك ال a وال b rational، خلاص يبقى ال a طالما ده rational يبقى ده rational، يبقى ده rational. طب يبقى انا لازم اجيب مين؟ طبعا عندك ال a equal a وال b equal اللي قدام ال x، a square plus b square. طب وال c اللي ما فيهاش x اللي هي a b سكوير. طب هات يا سيدي discriminant اللي هو b سكوير ماينس 4 ac، شوف هيطلع perfect سكوير ولا لا. هنعوض عن b، ال b سكوير اهو، يبقى a سكوير بلس b سكوير all سكوير ماينس 4 a اللي هي a تايمز c اللي هي a b سكوير. فك ده فك ده، طبعا لما فك ده يديني 3 terms، يبقى الاول في نفسه ب a سكوير تايمز a سكوير يبقى a باور 4 بلس في الاخر b باور 4. طب والفيرست في سكند تايمز 2 يبقى بلس 2 a سكوير b سكوير. طب وهنا ماينس 4 اف a، ها يبقى هنا ماينس 4 a سكوير b سكوير. طب اعمل سمبليفاي يبقى تبقى a باور 4. طب ودي 2 a سكوير b سكوير ودي ماينس 4 a سكوير b سكوير، دول لايك تيرمز، ما تجمعهم يا سيدي. نيجاتيف 4 بلس 2 هتبقى نيجاتيف 2 a سكوير b سكوير بلس b باور 4.
طب دول ثلاثة، هو ده بيرفكت سكوير وده بيرفكت سكوير وده بيرفكت سكوير وده، لكن التو دي لا ما تنفعش بيرفكت. لكن انا ممكن احول دي بقى لحاجة تانية، دول ثلاثة ممكن اعملهم فاكتورايزيشن. ازاي؟ اخد السكوير بتاع الاولاني وبتاع الاخير، لان ده بيرفكت سكوير فعلا. ليه؟ ايه اللي عرفك انه بيرفكت سكوير؟ يبقى لان ده سكوير وده سكوير، واللي في الميدل عبارة عن روت فيرست تايمز روت سكند تايمز 2، فانا ممكن اعملها ايه باور 2 ماينس بي باور 2 اول باور 2. اما افكها بقى هتديني ايه باور 4 بلس بي باور 4 ماينس 2 اي سكوير بي سكوير. الله، طب ايه هي دي؟ طب ما ده بقى ماله؟ ده بيرفكت سكوير صح كده؟ يبقى في الحالة دي التو روتس يكونوا ايه؟ راشونال. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لي، طيب في المثال ده if a is a rational number، وقال لي الاي راشونال، خلاص ادي الشرط بروف ذات ان التو روتس اوف ذا ايكويشن ار راشونال. طب عشان اعرف ان هم راشونال لازم اجيب الديسكريمنت ويطلع بيرفكت سكوير. يبقى انا عندي الاي ب 15 ماشي، طب والبي بنيجاتيف اوبن براكت 10 بلس 3 اي، كل اللي قدام الاكس ده. طب والسي اللي ما فيهوش اكس اللي هي 2 اي. طب هات البي سكوير ماينس 4 اي سي اللي هو الديسكريمنت. بي سكوير يبقى نيجاتيف تايمز نيجاتيف بوزيتيف، واكتب كده 10 بلس 3 اي اول سكوير ماينس 4 تايمز 15 تايمز 2 اي. اعمل سمبليفاي يا سيدي، يبقى 100 بلس 2 تايمز 10 20 تايمز 3 يبقى 60 اي بلس 9 اي سكوير اللي هو 3 اي تايمز 3 اي ماينس 4 تايمز 15 دي 60. طب ماينس 60 في 2 دي في 3 اي، اسف لان هنا دي 2a بس، يبقى 120. طيب 120a، يبقى في الحاله دي اما جه ارتب هحط ده اول حاجه 9a سكوير. طب ماينس 120 ها وبلس 60a يبقى ماينس 60a بلس 100. طب ما انا ممكن اعمل ده فاكتورنج بار 2، اخد روت ده 3a وروت ده 10 واحط الساين اللي في النص وافك كده 3 a تايم 3 ب 9 a سكوير و 10 تايم 10 ب 100 و 2 تايم 3 6 تايم 10 ب نيجاتيف 60 a. الله، طب ما ده بيرفكت سكوير صح كده؟ يبقى في الحاله دي التو روتس ها ار ايه يا شباب؟ ار راشونال. يبقى انا اهم حاجه اكون عارف القاعده اللي هشتغل بيها. طيب if the discriminant of the quadratic equation is then the two roots of the quadratic equation are complex. هو امتى بيكون ال two roots are complex؟ قال لي ده لما يكون الديسكريمنت از نيجاتيف. لما يكون الديسكريمنت نيجاتيف يبقى في الحاله دي اللي هو اصغر من زيرو، يعني لما البي سكوير بيكون ايه؟ لما البي سكوير ماينس 4 اي سي اصغر من زيرو. طب ما في الحاله دي الاكس هتبقى بايه؟ انا عارف نيجاتيف بي بلس روت بي سكوير ماينس 4 اي سي ها ديفايدد 2 اي. طب والتاني هيبقى نيجاتيف بي ماينس روت بي سكوير ماينس 4 اي سي ديفايدد 2 اي. طب ايه الفرق بينهم؟ ده الساين دي. طب احنا لو قلنا اللي هو مثلا 3 بلس 2 اي ها على 2 اي، يبقى التاني هيطلع اكس 3 ماينس 2 اي على 2 اي على 2 مثلا. طب ما هو 2 اي دي عكس 2 اي في الساين، يبقى الاثنين دول مالهم؟ كونجيجيت. كونجيجيت يبقى معنى كده لو في الفيرست روت از ا كومبلكس يبقى اتس كونجيجيت از ذا اذر روت. هقول تاني، اف ذا فيرست روت اوف ذا كوادراتيك equation is a complex root then the other root of it is a is the conjugate of the first. يعني ايه؟ يعني لو الاكس ايكوال مثلا 3 بلس 2 اي از ا روت اوف
AX squared plus BX plus C equals 0. Then the other root. الأذر روت بقى ها يبقى 3 ماينس 2i يبقى على طول أغير ساين الاي على طول. يا رب أكون أفدتكم بالكلام اللي احنا قلناه. سعدنا بلقائكم ونتمنى أن نكون قد أسعدناكم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.